أمراض العمود الفقري تؤرق العديد من الأشخاص ويستغرق علاجها وقتا طويلا، وقد يتفاقم بعضها مع مرور الوقت. لذلك يلجأ المرضى إلى أخصائيين في تقويم العمود الفقري للتغلب على الآلام التي قد يتسبب فيها انزلاق الغضروف والآلام المصاحبة له. الروبورتاج التالي يقربنا من هذا المعطى مع وصال الإمغري وعدنان الهراس. تعد أمراض العمود الفقري واحدة من أهم المشاكل الصحية التي تصيب الجسم، حيث تتصدر قائمة الأسباب الرئيسية لعجز الحركة لدى النساء والرجال، ويمكن تلخيصها في التهاب في المفاصل، الانزلاق الغضروفي، آلام في أسفل الظهر، وآلام في الرقبة. وجاج لمدة مهمة 8 سنين كاملة تقريبا وأنا عوج، ولكن هذه واحد 3 سنين دابا تقوص في مرة، ما بقيتش كنقد حتى نتمشى مزيان، نمشي بزاف بحال نمشي ما كنقدش نمشي، كنعيا في البلاصه والالم بزاف. الى تكملي المشاكل ديال الالم ديال الظهر، يعني الانزلاق الغضروفي اللي هو السياتيك، يعني بوز اللوم بالدرجه المغربيه، ولاسكوليوز يعني عوجاج العمود الفقري، ولوسيفوز والاس بي ا. هاد الامراض كلها ديال العمود الفقري حنا كنعالجوها في الله سبحانه وتعالى. حنا كنركزوا بزاف على التقارير الطبيه، الانسان المريض اللي كيمشي عند الطبيب كياخذ انه كيدير احد لي ريم ولا سكانير ولا راديو، كنشوفوه نقارنوا مع المشكل اللي عنده في الفقرات، وكنركزوا على في العلاج على لي ماساج وعلى حركات ديال التقويم، يعني حركات خفيفه بالنسبه للمريض. هذه السيدة مثلا كانت تعاني من آلام على مستوى الظهر نتيجة تقوس عمودها الفقري، وبفضل العلاج الطبيعي المرتكز على حصص التدليك اليدوي وحركة في التقويم، استطاعت أن تتحسن حالتها وتتخلص من آلام الظهر الحادة والمزمنة. كنت بزاف ملي كنت صغيرة ساكادو تقل، كناخذ ساكادو وعاود حتى النعاس كننعس مقوصة، الكلاس حتى الكلاس ما كنجلسش كوريكت، هو المشكل اللي عندي هو ديال الكلاس ما كنجلسش كوريكت، هو باش تعوج لي الظهر جاتني. ودابا؟ لا دابا الحمد لله، الحمد لله دابا وليت كنمشي واقفة، حتى الناس ولاو ردوا البال تيقولوا لي فاطمة راه الظهر ديالك ولا تيتقاد، الحمد لله ما بقيتش مقوصة كي كنت كاع، لأن كنت مقوصة. أثبتت الدراسات أن العلاج المرتكز على تقويم العمود الفقري لدى 87% من المرضى الذين كانوا يعانون من آلام أسفل الظهر مع وصول الألم للقدمين وفقدان القدرة على العمل كليا، عادوا إلى العمل بشكل عادي مع انخفاض مهم في الألم بل واختفائه بشكل كلي.